سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي صبحتوا؟ هانيين اليوم عم فيديو جديد مع فاتحه. كنتمنى ان شاء الله نشارك معكم غدايا اليوم. غادي ندير قنيونه، شحال هادي ما كليناها. اليوم قلت غادي نديرها نشاركها مع البنات. كل واحد كيطيب شي كيديرها حلوه شي كيديرها مالحه. انا ما مع الحلوش، الحلو كنديرو ولكن ما معاش ديما. المهم غادي نشارك معاكم اليوم. يلا مرحبا بكم معايا فضل. كنديرو قنينه ديالنا مغسوله، دايره لها الملحه، كنغسلها بالملح وسكينجبير هو الاول، عاد كنخليها تسقطر، كندير معاها البصله والثومه. كيعجبني نشوط البصله هكا بيديا، المهم هانتوما معايا تبعو معايا الفيديو تنصايبات. فاكر غادي تجي اليوم على حسب كل واحد وطيابو. بصلة كبيرة كاع ما كنكملها، بقرا تنكتفي غير بهذا الشيء. نقرب حداكم، نشعلو البوطة، كنديرو الزيت البلدية، كنديرو العادية، غير شوية، كل حاجة منها شوية. كندير طريف المصير، كنعصر هاد الثومه هادي 4 دريسات، 4 ولا 3 ولا على حسب اللي كيبغي الثومه. ما هي الثومه مزيانه، كنزيدو شوية المعدنوس، شي 2 معالق المعدنوس، كنزيدو معلقة البزار، معلقة صغيرة، كنزيدو معلقة سكينجبير، كنزيدو نص معلقة ديال القزبر اليابس، كنزيدو
نديرو الراس المعيقه ديال الملحه مع على حسب المصير كيطلق الملوحه ديالو، كنديرو غير الراس المعيقه. كنزيدو واحد نص راس المعلقه ديال الزبيبه تعطي المذاق زوين. نخليو هاد النبته تتشحر عاد نزيد هاد الزقوم. كندير الخرقوم غير شويه ما كنكثروش، ما تعجبنيش كثير تيكون مجهد. هاهو كيتشحر، نخليوه تيتشحر مزيان. نحركوه باش تيك البصلة تذوب، طيح البصلة شوية. هنا تشحرات مزيان، تشحرات مزيان، كنخليو شحال باش تذوب البصلة ما بقاش تباع. الطنجرة ديالنا تقلات مزيان، قياس فاش طيب. صافي كنسدو، صافي كنسدو كنقطع على ما طيب ونطلق على ما طيب. قنيونا البنات غادي نديرو شويه تاع رجله مسلوقه هذه بالثومه، ودرت فيها شويه المصير، وكندير فيها زيت البلديه، وندير فيها الكمون والفلفل الاحمر. هادشي اللي كندير فيها نعاون بها في الدم. ديرو شويه الفلفل الاحمر غير شويه، نديرو زويتة بلدية
شويه الكمون صافي نشحرهم. الفول حتى هو درتو كيتسلق، درتو كيتبخر، نسيت ها هو كيتبخر. هادي هي البنات هي النتيجة. أنا عزيز عليا نحط في الطاجين، هادي هي النتيجة، جات واقفة وجات زوينة. نتمنى تجربوها ان شاء الله. وهادو الشليضات اللي رافقت معاها، هذا الديسير ديالنا والشليضات اللي رافقت معاها وخبيز ديال الدار. بالصحه والراحه البنات، تنتمنى تجربوها وتكتبوا لي في الكومنتير تقولوا لي كيف جاتكم. بالصحه والراحه.